مثل ما حكينا في فيديو سابق كيف انه شركة مايكروسوفت تخلت عن الادج HTML برمجتها لمتصفحة ادج وانتقلت لنواة كروميوم، وهالشي هذا ازعج جوجل كروم كتير وحس بالخطر او المنافسة. شركة جوجل اكيد حست بهالشي هذا، بالرغم من ان نواة مفتوحة المصدر، كل المتصفحات اللي كان اوبرا اللي كان بريف كان فيفالدي، كل هالمتصفحات هي عم تستخدم نفس طريقة ادج كروميوم، عم تعطيك الاضافات الموجودة بمتصفح كروم تاخذها بشكل تلقائي بدون اي مشاكل، حتى متصفح كروم نفس الحكي. ولكن جوجل ما عجب هالشي هذا نهائيا، وعم تعطي رسالة تحذيرية لكل المستخدمين اللي عم يستخدموه انه ثبت متصفح جوجل كروم هو اسرع اكثر امان اكثر استقرار. بالامكان نتجاهل هي الرسالة اكيد ونثبت الاضافة بكل تلقائية بكل اريحية، هذا الحكي بالوقت الحالي، لكن بالمستقبل ربما يجي عبال جوجل انها توقف الاضافات من متجرها الخاص لمتصفح ايدج التابع لمايكروسوفت، لان جوجل ومايكروسوفت من بداية تاريخ الويندوز هن مبلشين حرب متصفحات، كانت انترنت اكسبلورر هو الرقم واحد بالمتصفحات، ما في له اي منازع اي منافس، لحد ما اجى جوجل كروم وازاحه عن عرشه ومتربع العرش تقريبا من 2009-2010. وحاليا مايكروسوفت بخطوطها الذكية اللي اخيرا اقتنعت انه النواة الانوية القائمة على لغة البرمجة HTML ما عم تكون ذات فعالية ذات سرعة نهائيا، ما عم يكون استقرار كبير، ما عم يكون فيها كفاءة ومواءمة لكل الشاشات لكل الهاردوير الموجود بالسوق، فانتقلت لنواة كروميوم، وبالفعل كان متصفح على قدر المتوقعات واستخدامه ثابت ومستقر مثل المتصفحات الثانية الأوبرا الموزيلا وكروم، حتى انه باستهلاك الرام اعطانا استهلاك وتوافقية مع ويندوز 10 اكبر من جوجل كروم. ولكن برأيي حتى لو وقفت الاضافات ما حد يعاني من اي مشكلة، لان في متجر مايكروسوفت ستور الاف الاضافات، وربما مع الوقت المطورين حيقتنعوا انه مايكروسوفت ثبتت عشية، واخيرا دائما مايكروسوفت كانت تخزل المطورين، تبلش بمشروع بعد ما يجوا المطورين يطوروا له برمجيات او اضافات ترجع تلغيه وتبلش بشي تاني. ولكن هلا مع كروميوم بتوقع خلص صار في استقرار بالنسبه لمايكروسوفت ولبرمجتها ولوضع البنيه التحتيه للمتصفح، فصار المطورين كلياتهم بحركات بسيطه بيضيفوا اضافاتهم الموجوده على متصفح كروم لسوق مايكروسوفت او لمايكروسوفت ستور، وتكون الامور كلياتها تمام. هذا كان فيديو سريع شوي لهالخبر هذا، اتمنى تكونوا استفدتوا. اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك، واذا ما عجبكم ديسلايك، واهم شيء الاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.